الزعيم الجنوب افريقي ليس غريبا عن ارض المغرب. مانديبا تعلم حمل السلاح في ضواحي بركان في بداية ستينيات القرن الماضي. في ذلك الابان احتضن المغرب حركات التحرر الافريقية ومدها بالدعم اللوجستيكي لنيل استقلالها. ربورتاج عبد الصمد طعام. صور نادرة وذات رمزية قوية تؤرخ الاحتضان المغربي لنضال الأفارقة ضد الاستعمار. استقبلت عائلة بلحاج بضواحي بركان في ستينيات القرن الماضي 5 زعماء سيصبحون رؤساء لدول إفريقية: مانديلا رفقة أول رئيس لأنغولا أغوستينو ليتو، وزعيم غينيا بيساو أميلكار كابغال، وبن بلا وبومدين وبوضياف رؤساء الجزائر. تاريخ مشترك.